Alors, le chiffre d'affaires d'Alpha, c'est 17 millions. On va faire un minimum, mais 5 millions d'euros. 5 millions de dirhams. Je vais vous les écoles. 72 ساعة فقط لتلقي الرد على ملف قرض موجه لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، خدمة بنكية قد تحول الأفكار إلى مشاريع. يعمل القرض الشعبي الجزائري على تعميمها عبر مختلف ولايات الوطن. شركات جد صغيرة، يعني عندهم قرض حتى 2 ملايين دينار. الشركات المتوسطة من 20 مليون دينار يوصلوا حتى 150 مليون دينار. هكذا. فيما يخص الامتيازات كاين هناك يعني تسهيلات. أما عن تسديد القروض فتتراوح المدة من 5 إلى 7 سنوات. احنا نشوفوا الملف، يعني كاين قروض تروح حتى 50 لخاطرش يعني كيبدا ينتج ويدخل في الاستغلال، يعني يقدر يخلص بخمس سنين، ولكن كاين بعض الاحيان، في بعض الاحيان يعني حالات خاصه نقدر نعطوا له ان ديفيري زياده تاع عامين، يعني نقول على 7 سنين، 5 زائد عامين. شوفي اذا ما كانش عنده الوسم او راح نقول ديريكتومون اللي ما باه يكون مؤسسه ناشئه لازم الوسم. مجرد توفر المؤسسه الناشئه على الوسم يمكنها من الحصول على القرض والمرافقه. وفي حال صعوبات فريق خاص في الخدمة مكلف بالرد على انشغالات كل زبائن بنك القرض الشعبي الجزائري. كل مؤسسة عندها رقم أعمال يبدأ من صفر حتى 2 مليار دينار جزائري تقدر تتقرب من شبابيك القرض الشعبي الجزائري. كل مؤسسة تتحصل على الوسم بتاعها تقدر تتقرب كذلك من شبابيك تاع القرض الشعبي الجزائري. خلال شهر سبتمبر أكتوبر استلمنا 316 ملف. فضاءان تجاريان جديدان يشملان الصيرفة الإسلامية وآخر خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، أضيف إلى خدمات القرض الشعبي الجزائري لتحفيز زبائنه.